تعالوا مع بعض نعمل الرز الصياديه حالا كده بسرعه. بصلايه بتتحمر من بدري على الشاشه اهي زي الفل. بصل قطعناه في شويه زيت وحمرنا البصل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. واستنى على البصلايه لما تاخد لون وهي بتتحمر. حطيت ايه بقى؟ شويه روزماري حلوين كده يطعموا البصلايه. بس بصل ما حطيتش توم زي ما هو كده. اخد الميه بتاعتي السخنه هنا زي الفل وانزل بيها على البصلايه دي كده ياخد لون. انا ضد اللي يعمل سمك الصياديه بمعجون الطماطم، وضد اللي يعمل السمك الصياديه بالسكر المحروق. بتكلم الصراحه اهوت. ليه يا شيف؟ السكر المحروق وصلصه الطماطم اللي في الرز بتعمل حرقان. المقادير على الشاشه بسيطه وسهل. الحلاوه دي هي. حاضر، البصلايه زي الفل. حلو الكلام. بصلايه هي دي سر من اسرار الرز الصياديه. هسيبها تغلى على النار. وكمان معانا طاسه هنحمر البصل بتاعنا اللي هيخش مع الرز وجزر مبشور. ممكن تحط زبيب والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبره. حلو الكلام. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نجهز الايه الرز الصياديه على الميه دي ما تغلي شويه. حلو. طاسه على النار ونحط شويه زيت. يفضل عمل الرز الصياديه بالزيت اهو. معلقتين زيت كده صغيرين لان احنا محمرين بصله في زيت. ومعانا بصلايه ناعمه. العب. ومعانا جزر مبشور. ومعانا توم مفروم ناعم. ونحمر ده كله مع بعضه يا عم الشيف ونوسع لنفسنا كده. عندنا الجزر مع البصل مع التومه بتتحمر بالشكل ده كده. استنى عليها شويه. انزل بالبهارات بتاعتي، بابريكا، كمون، كل ده رز. شويه رز صياديه بمزاج. والملح بتاعنا والفلفل الاسود. حلو الكلام. ونسيبهم على النار كده لغايه لما نشم ريحه البهارات اللي طالعه في ايه قلبه الاستوديو كده. حلو. وانا شغال كده واحده واحده. عندي الشوربه، عندي البيون، عندي البصله، عندي الميه بتاعه الرز على النار. هي دي البصلايه. هي ده، هو ده الموضوع. بصلايه حمراء بيضة. البصل عندنا بسم الله ما شاء الله بيصدروا الدنيا كلها، واطيب بصل في الارض المصريه اهو بالشكل ده كده. واسيبه يغلى على النار اهو. بصلايه، جزريه، توميه، شويه زيت زيتون، بهارات حلوه مع الرز الصياديه. تمام زي الفل. هعمل ايه دلوقتي يا شيف؟ هحط الشوربه بتاعتي. بس ده نوسع الدنيا كده ونروق. طبعا خلي بالك كل حاجه في الفرن، السمك البربوني في الفرن والسمكه القاروص في الفرن، فكده انت كسبت وقت. حلو الكلام. معانا شويه جمبري لسه نتكلم عنه دلوقتي. وناخد الشوربه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. تعالى يا غالي صديقي. لما تيجي تصفي بيون او شوربه لازم تصفيه بمصفه ناعمه، خاصه لو يكون شوربه فيها حسك شوك عشان الاطفال الحلوين زي ما انا بشتغل كده. طلع الرز. جبت كده جنب الصينيه. هتنى اشتغل كده شفيه لغايه لما تقول لي بطل تحط ميه. انت حر بقى. الرز يطلع معجن تبقى انت المسؤول. ما اعرفش بقى، قول لي اهو لغايه لما تقول لي ارفع ايدك. اهو ده اهو. ايوه اهو. يلا تعال اشتغل مكاني بقى. اهو حلو الكلام. واخد دي كده هنا استفيد بيهم في حاجات تانية. الرز بتاعي خلص. اقفل الحلة واسيبه يستوي. تمام. عيار الرز الصيادية خاصة لو دخله جزر لازم البيون او الشوربة او المية تغطي الرز بالشكل ده كده. ونشيل ده كده ونخليه على جنب. الرز الصيادية جاهز. شوية رز صيادية بيتكلموا مصري. ايه الحلاوة دي. اللهم صل على النبي. اوبا.
رز صياديه بطريقه سهله وبسيطه، السر فيه البصلايه بتاعتنا. نازل من الحله تحت زي فوق. ممكن نزينه بقى بايه؟ شويه مكسرات اذا انت حابب الموضوع، مفيش مشكله. الله. هتقولي لي لونه احمر ليه؟ مش حاطط انا معجون طماطم، والله العظيم حاطط جزر وحاطط كمان بابريكا حمراء. نعم يا استاذه رحاب. مقادير الزلابيه على الشاشه للساده المشاهدين، واكتبي كده في الكراسه بتاعتك حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى.